مرحبا، صباح الخير، يعطيكم ألف عافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن شغلة في كندا اسمها، هي موجودة في كندا وأمريكا وفي بعض الدول العالم، اسمها البخشيش أو التب، اللي هي المصاري بتدفعها إكرامية بسموها عندنا في بعض الدول. طبعا أنا بسافر كتير وبروح كتير وبشوف عادات وتقاليد كثيرة. اخر رحله كانت لي في اليابان، كان حكوا لي دائما اوعى تعطي تب، لانه بعض اليابانيين بيعتبروها رشوه وممكن تصير مشكله كبيره. فاختلاف هاي العادات، بس حبيت احكي لكم عن كندا وامريكا. طبعا هذا التب مش موجود في كثير من دول العالم، اوروبا استراليا بتعطيه زي ما بتيجي بالفاتوره، لا هون للاسف او الموضوع بيختلف طريقه العمل. الموظف اللي بيشتغل في خاصة الأكل في الفود اندستري ما بياخذوا السعر اللي بياخذه الإنسان الحد الأدنى للعمالة. مثال، عندنا هلا في مقاطعة أنتاريو الحد الأدنى للعمالة 14 دولار بالساعة. الموظف تبع المطعم ممكن ياخذ 7-8 دولار. ليش؟ بالساعة، لأنه بيعتمد على هذا التب. هذه صارت كلتشر، يعني مش حنغيرها ولا إشي. فاللي بدي يجي على كندا أو بدي يجي على الولايات المتحدة الأمريكية بدي يتعود على هذا الشيء. كيف هذا الكلتشر وقديش لازم تدفع؟ كل هاي الأسئلة كتير بيسألوها، خاصة للقادمين الجدد. الآن أنا شريت شغلة بعشرة دولار نحكي، أوكي؟ الأفرج المتوسط اللي بيدفعوه الكنديين 15%، هذا الطبيعي متوسط، أوكي؟ الآن إذا أنت عجبتك كثير السيرفيس ممكن تدفع 20-25%، في ناس بتدفعوا أكثر، بس ممكن تدفع 20%. هذا إذا يعني أنت مبسوط ورعاك وزبطك وحكى معك كويس. إذا ما عجبك السيرفيس لازم تدفع 10%. وهون النقطة، ناس كثير بتقول لك إيش أنا ما هذا سيرفيس ومش كويس. يس، بس هو عايش على هذا التب، فإذا ما دفعت له المينيموم هذا صعب إنه، يعني أنت بتحكي عن دولار في الـ في الـ في العشرة دولار. فهذه الفكرة اللي كتير ناس بتقول كيف ممكن أنا أدفع هذا المبلغ، ليش أدفعه؟ وفي الحالات اللي بيكون هو كويس معك وما بتدفع هذا المبلغ، طبعا منظر إليك نظرة غريبة، هيك في ناس بيسووها، يعني ما بدفعوا، بنظر لك نظرة غريبة، يعني انت ايش بتسوي. فلازم تكونوا منتبهين لهاي الشغلة لما تروحوا على مطاعم، لازم تكونوا محضرين حالكم لفكرة التب، لانها موجودة مش بس بالمطاعم، موجودة في اماكن كثير فيها سيرفيس. طبعا الاشياء الحكومية ممنوع تدفع فيها تب، بس مثلا ركبت تاكسي عادة بتدفع تب، ركبت او واحد اجا مثلا سوالك سيرفيس ممكن تدفع له تب، وهذا راجع لك انت حسب ما تقدر. فحبيت احكي لكم عن هذا الشغله اللي هي ثقافه البخشيش، وان شاء الله كل ايامكم تكون حلوه وجميله، ونراكم في حلقه قادمه.